ثالث يوم من ايام الهدنه، لهلا ما تغير علينا شيء، يعني القصف هو الاشتباكات هي نفسها، يعني وقف قتال ما صار. الوضع شفت عينك اليوم، ضربت الطياره الله ستر، يعني ما تاذى حدا جرحى، يعني هدنه فاشله، ما في ميثاق لهم ابدا، هدنه فاشله. ذات اليوم الصبح ضربت الطياره بالشارع، ولا كانه في هدنه ولا كانه في شيء. ما تغير شيء علينا، لا صار هدنه ولا شيء، من الصبح الطياره غارت علينا اليوم 7 غارات من الصبح. اذا لاصق بروسيا اول شيء بدي افرجيك الدمار اللي وراي، هذا الدمار سببته روسيا بعد الهدنه اللي تعلن عنها دوليا. بقى الهدنه هي هدنه ورقيه، عباره عن هدنه ورقيه، اما بالجو ما اختلف عنها شيء ابدا. يعني القصف ما زال مستمر، المعارك ما زالت مستمره. امبارح عندنا 7 صواريخ ارض ارض نزلت على البلده من نوع فيل، واليوم عندنا قصف هاون مدفعي شديد ومركز على البلده. يعني هدنه ما في، بالغوطه هدنه ما في، بالنسبه لنا